صلوا على الحزب الرابع في يوم الخميس. جمرات كدن والا باب اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الامي وعلى ال سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد صلاة تكون لك رضا وله جزاء. ولحقه أداء وأعطه الوسيلة والفضيلة والمقام المحمود الذي وعدته وجزه عنا ما هو أهله وجزه أفضل ما جازيت نبيا عن قومه ورسولا عن أمته وصل على جميع إخوانه من النبيين والصالحين يا أرحم الراحمين اللهم اجعل فضائل صلواتك وشرائف زكواتك ونوامي بركاتك وعواطف رأفتك ورحمتك وتحيتك وفضائل الائك على محمد سيد المرسلين ورسول رب العالمين قائد الخير وفاتح البر ونبي الرحمه وسيد الامه اللهم بعثه مقاما محمودا تزلف به قربه وتقر به عينه يغبطه به الاولون والاخرون اللهم اعطه الفضل والفضيله والشرف والفسيله والدرجه الرفيعه والمنزله الشامخه اللهم اعطي محمدا الوسيلة وبلغ ماموله واجعله افضل شافع وافضل مشفة اللهم عظم برهانه وثكل ميزانه وابلج حجته وارفع في اهل عليين درجته وفي اعلى المقربين منزلته. اللهم احينا على سنته وتوفنا على ملته واجعلنا من اهل شفاعته. واحشرنا في زمرته وأوردنا حوضه واسقنا من كأسه غير خزايا ولا نادبين ولا شاكين ولا مبدلين ولا مغيرين ولا فاتنين ولا مفتونين آمين يا رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأعته الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته مع اخوانه النبيين صلى الله على سيدنا محمد النبي الرحمه وسيد الامه وعلى ابينا سيدنا ادم وامنا سيدتنا حفاء ومن ولد من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وصل على ملائكتك اجمعين من اهل السماوات والارضين وعلينا معهم يا ارحم الراحمين اللهم اغفر لي ذنوبي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد النور الانوار وسر الاسرار وسيد الابرار وزين المرسلين الاخيار واكرم من اظلم عليه الليل واشرق عليه النهار عدد ما نزل من افضل الدنيا الى اخرها من قطر الامطار وعدد ما نبت من افضل الدنيا الى اخرها من النبات والاشجار صلاه دائمه بدوام ملك الله الواحد الكهار اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تكرم بها مثواه وتشرف بها عقباه، وتبلغ بها يوم القيامة مناه ورضاه، هذه الصلاة تعظيماً لحقك يا سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تكرم بها مثواه وتشرف بها عقباه، وتبلغ بها يوم القيامة مناه ورضاه، هذه الصلاة تعظيماً لحقك يا سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تكرم بها مثواه وتشرف بها أقباه وتبلغ بها يوم القيامة مناه ورضاه هذه الصلاة تعظيما لحقك يا سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد حاء الرحمة وميم الملك ودال الدمام السيد الكامل الفاتح الخاتم عدد ما في علمك كائن أو قد كان كل ما ذكرك وذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكرك وذكره الغافلون صلاة دائمة بدوامك باقية ببقائك لا منتهى لها دون علمك انك على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد حائر الرحمة ميم الملك ودال الدوام السيد الكامل الفاتح الخاتم عدد ما في علمك كائن او قد كان كلما ذكرك وذكره الذاكرون. وكلما غفل عن ذكرك وذكره الغافلون صلاة دائمة بدوامك باقية ببقائك لا منتهى لها دون علمك إنك على كل شيء قدير اللهم صل على سيدنا محمد حائر الرحمة ميمي الملك ودال الدوام السيد الكامل الفاتح الخاتم عدد ما في علمك كائن أو قد كان كلما ذكرك وذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكرك وذكره الغافلون صلاة دائمة بدوامك باقية ببقائك لا منتهى لها دون علمك إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آل سيدنا محمد الذي هو أبهى شموس الهدى نورا وابهرها وأسير الأنبياء فخرا وأشهرها. ونوره أزهر أنوار الأنبياء وأشرفها وأوضحها وأزكى الخليقة أخلاقا وأطهرها وأكرمها خلقا وأعدلها اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آل سيدنا محمد الذي هو أبهى من القمر التام وأكرم من السحاب المرسلة والبحر الخطم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الامي وعلى ال سيدنا محمد الذي كرنت البركه بذاته ومحياه وتعطرت العوالم بطيب ذكره ورياه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك على سيدنا محمد. وعلى آل سيدنا محمد ورحم سيدنا محمد وآل سيدنا محمد كما صليت وباركت وترحمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ملء الدنيا وملء الآخرة وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد من الدنيا وملء الآخرة وارحم سيدنا محمد وآل سيدنا محمد ملء الدنيا وملء الآخرة وجز سيدنا محمد وآل سيدنا محمد من الدنيا وملء الآخرة وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ملء الدنيا وملء الآخرة اللهم صل على سيدنا محمد كما أمرتنا أن نصلي عليه وصل على سيدنا محمد كما ينبغي أن يصلى عليه اللهم صل على نبيك المصطفى ورسولك المرتضى ووليك المجتبى وأمينك على وحي السماء اللهم صل على سيدنا محمد أكرم الأسلاف القائم بالعدل والإنصاف المنعوت في سورة الأعراف المنتخب من أصلاب الشراف والبطون الظراف المصفى من مساس عبد المطلب ابن عبد مناف الذي هديت به من الخلاف وبينت به سبيل العفاف اللهم إني أسألك بأفضل مسألتك وبأحب أسمائك إليك وأكرمها عليك وبما مننت علينا بسيدنا محمد نبينا صلى الله عليه وسلم فاستنكذنا به من الضلالة وأمرتنا بالصلاة عليه وجعلت صلاتنا عليه درجة وكفارة ولطفا ومنا من اعطائك فأدعوك تعظيما لأمرك واتباعا لوصيتك ومنتجزا لموعودك لما يجب لنبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في أداء حقه قبلنا إذ آمنا به وصدقناه واتبعنا النور الذي أنزل معه وقلت فقولك الحق إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وأمرت العباد بالصلاة على نبيهم فريضة افترضتها وأمرتهم بها فنسألك بجلال وجهك ونور عظمتك وبما أوجبت على نفسك للمحسنين أن تصلي أنت وملائكتك على سيدنا محمد عبدك ورسولك ونبيك وصفيك وخيرتك من خلقك أفضل ما صليت على أحد من خلقك إنك حميد مجيد اللهم ارفع درجته وأكرم مقامه وثقل ميزانه وأبلج حجته وأظهر ملته وأجزل ثوابه وأدي نوره وأدم كرامته وألحق به من ذريته وأهل بيته ما تقر به عينه وعظمه في النبيين الذين خلوا قبله اللهم اجعل سيدنا محمدا أكثر النبيين تباعا وأكثرهم أزراء وأفضلهم كرامة منورا وأعلاهم درجة وأفسحهم في الجنة منزلة اللهم اجعل في السابقين غايته وفي المنتخبين منزله وفي المقربين داره وفي المصطفين منزلة اللهم اجعله أكرم الأكرمين عندك منزلا وأفضلهم ثوابا وأقربهم مجلسا وأثبتهم مقاما وأصوبهم كلاما وأنجحهم مسألة وأفضلهم لديك نصيبا وأعظمهم فيما عندك رغبة وأنزله في غرفات الفردوس من الدرجات العلى التي لا درجة فوقها. اللهم اجعل سيدنا محمدا اصدق قائل وانجح سائل وافضل شافع وافضل مشفح والشفع في امته بشفاعه يغبطه بها الاولون والاخرون واذا ميزت عبادك بفصل قضائك فاجعل سيدنا محمدا في الاصدقين قيلا وفي الاحسنين عملا وفي المهديين سبيلا اللهم اجعل نبينا لنا فرطا واجعل حوضه لنا موعدا لأولنا وآخرنا اللهم احشرنا في زمرته واستعملنا في سنته وتوفنا على ملته وعرفنا وجهه واجعلنا في زمرته وحزبه اللهم اجمع بيننا وبينه كما آمنا به ولم نره ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله وتوردنا حوضه وتجعلنا من رفقائه مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد النور الهدى والقائد الى الخير والداعي الى الرشد نبي الرحمه وامام المتقين ورسول رب العالمين لا نبي بعده كما بلغ رسالتك ونصح لعبادك وتلا اياتك واقام حدودك ووفى بعهدك وانفذ حكمك وامر بطاعتك ونهى عن معصيتك ووالى وليك الذي تحب ان تواليه وعادى عدوك الذي تحب ان تعاديه وصلى الله على سيدنا محمد اللهم صل على جسده في الاجساد وعلى روحه في الارواح وعلى موقفه في المواقف وعلى مشهده في المشاهد وعلى ذكره اذا ذكر صلاه منا على نبينا اللهم ابلغ منا السلام كما ذكر السلام والسلام على النبي ورحمه الله تعالى وبركاته اللهم صل على ملائكتك المقربين وعلى انبيائك المطهرين وعلى رسلك المرسلين وعلى حمله عرشك وعلى سيدنا جبريل وسيدنا ميكائيل وسيدنا اسرافيل وسيدنا ملك الموت وسيدنا رضوان خازن جنتك وسيدنا مالك وصل على الكرام الكاتبين وصل على اهل طاعتك اجمعين من اهل السماوات والارضين اللهم ات اهل بيت نبيك افضل ما اتيت احدا من اهل بيوت المرسلين واجزي اصحاب نبيك افضل ما جازيت احدا من اصحاب المرسلين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات واغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم اللهم صل على النبي الحاشبي سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد خير البريه صلاه ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا ارحم الراحمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه جزيلا جميلا دائما بدوام ملك الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله ملء الفضاء وعدد النجوم في السماء صلاة توازن السماوات والأرض وعدد ما خلقت وما أنت خالقه إلى يوم القيامة اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة اللهم استرنا بسترك الجميل اللهم استرنا بسترك الجميل اللهم استرنا بسترك الجميل اللهم إني أسألك بحقك العظيم وبحق نور وجهك الكريم وبحق أرشك العظيم وبما حمل كرسيك من عظمتك وجلالك وجمالك وبهائك وقدرتك وسلطانك وبحق أسمائك المخزونة المكنونة التي لم يطلع عليها أحد من خلقك اللهم وأسألك بالاسم الذي وضعته على الليل فأظلم وعلى النهار فاستنار وعلى السماوات فاستقلت وعلى الأرض فاستقرت وعلى الجبال فأرست وعلى البحار والأودية فجرت وعلى العيون فنبعت وعلى السحاب فأمطرت وأسألك اللهم بالأسماء المكتوبة في جبهة سيدنا إسرافيل عليه السلام وبالاسماء المكتوبه في جبهه سيدنا جبريل عليه السلام وعلى الملائكه المقربين واسالك اللهم بالاسماء المكتوبه حول العرش واسالك اللهم بالاسماء المكتوبه حول الكرسي واسالك اللهم بالاسم المكتوب على ورق الزيتون